يعني ظروف تغيرت وتبدلت نتيجة لعدة جلسات ووفود ذهبت ووفود جاءت، وهذه حصرية لحضرتك وللسادة مشاهدي قناة التغيير، أنه استطاع الفريق التفاوضي الإطار التنسيقي أن يقنع الطرف الآخر يعني بضرورة المضي بهذا. فالأخوة في الصدريين، الجرف الآخر، الجرف الشيعي الآخر، اليوم بموافقته أو مشاركته، بموافقته بدون مشاركة أو موافقته ومشاركته، ستمضي هذه الحكومة بإذن الله تعالى. اليوم المقترح الكبير أنه لا بأس من، يعني السؤال الكبير العفو، لماذا لا يستقبل سماحة السيد الصدر مرشح الإطار ويسمع منه مباشرة محمد شاع السوداني، إنسان كفو ووزير ناجح ولم تؤشر عليه ملفات فساد، ويمكن لمشروع الإصلاح الذي نادى به كثيرا الإخوة الصدريين أن يتواءم مع هذا الرجل وهذه الشخصية بغض النظر عن الخلفية الحزبية وكل ما أثير حول أنه ظل فلان وظل ما أعرف منه. القصد أنه اليوم نحن نطرح بجدية أنه يا وفد ثلاثي، ممكن أن يضمن هذا الوفد شخصية محمد شاع السوداني يا أستاذ أبو ميثاق، فرش الأمور بفرشة عريضة بهذا السبق. نعم. الذي حضرتك أنت كنت قد قلت به، يعني أسجل أنه الأخوة في التيار الصدري نتيجة المباحثات في الوفود المشتركة بين الطرفين قد وافقوا على مرشحكم السيد محمد شاع السوداني، وأعطوكم الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة بهذا الاختصار بهذه الصورة؟ لا هي ليست بهذا التبسيط أستاذ نجم، لكن الكل يرى يقرأ من زاويته الخاصة، يعني حتى التفسيرات والتأويلات يعني تقرأ بعدة أوجه. نحن نلمس يعني تجاوبا من الطرف الآخر باتجاه المضي لحل مجلس النواب مثلا، لكن كيف تحل مجلس النواب وتقيم يعني مجلس نواب جديد وتجيب إذا ما تأتي بحكومة كاملة الصلاحية حتى تعد بأسبابها ومسبباتها، زين تعد أدوات هذه زين. هذا لمستموه الكبير، هذا لمستموه يا سيد أبو ميثاق في عملية حل البرلمان. الآن مدام الشغلة صارت باللمس، ماذا لمستم من ردود أفعال حول مرشحكم لرئاسة الوزراء؟ وأنا أقر والله أبو مصطفى وحياة عينه، خوش شخصية وطنية. ماذا لمستم من موقف السيد الصدر على هذا المرشح؟ بكل تأكيد سماحة السيد الصدر لا يعني شخصا بعينه، ولا يمكن أن يعني تجي تقنع الناس بأنه السيد مقتدى الصدر بهذا الحجم الكبير وبهذه السطوة السياسية وبهذا النفوذ ممكن أن يعادي شخصا بعينه أو لا يوافق على شخص بعينه لكونه محمد الفلاني أو فلان العلاني. الفكرة بالموضوع أنه الرجل سعى يعني مبكرا وطرح مشروع الأغلبية ولم تأتي الرياح كما تشتهي اشتهى السفان، فذهبت الأمور إلى ما ذهبت إليه الآن. الآن نحن أمام واقع يفرض نفسه، أمام واقع يعني يذهب باتجاه أنه الإقدام وتسريع الإجراءات والذهاب لتشكيل حكومة حتى نذهب لخيار الصدر نفسه. حتى نوصل إلى انتخابات يجب أن نضع شخص على رأس حكومة، ونعول كثيرا على أنه السيد مقتدى الصدر ليس في وارد أنه يعادي شخصا بذاته أو يضع خط أحمر أمام شخص. هو معني بالفكرة، معني بالطرح، وما دمنا في يعني وادي واحد وفي سكة واحدة، نتيجة واحدة أستاذ نجم، إحنا نريد نوصل إلى حل مجلس النواب وإقامة انتخابات مبكرة، ولا بد لتحقيق هذا من 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 تشكيل حكومة كاملة صلاحيات. والله هذا كلام منطق سليم، يمكن أن نمضي بها، منطق سليم وأتشارك به، لكنه أستنبط من قولك يعني يجب أن لا يضع خطوطا حمراء السيد الصدر بتشكيل الحكومة. ما أنت بمرحلة من المراحل هم خليتوا عليه خطوط حمراء أو خضراء أو صفراء أو وردية، أنتوا هم ما تقعدوا الراحة ومو سهلين.